واش الاصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد عاوتاني كيف العاده. الفيديو ديال اليوم الى باقي عاقلين على واحد الدار مقابله مع البحر قدام البيسين وقدام واحد الجسر. هنا واحد الدار هنايا ناضيه مقابله مع البحر، كراشكو كان ديالي وقال لك كتب عليا مهجوره. انا كنقول مع راسي على الاقل على الاقل هذيك الدار غيكون واحد الثمن ديالها واحد الفايت، المهم فايت واحد 600 مليون 700 مليون مغربيه، حيت الموقع ديالها واعر وحتى الدار كتبان واعره. الا كنتو باقيين كتعقلوا راه كندخل الكاميرا شفت الداخل بالي باقي كاين الاثاث وكاين شي حوايج تماك، وبقات هذيك الدار لاصقه ليا في راسي. داكشي علاش قررت باش اليوم غادي نمشي غنلقى شي طريقه باش غندخل لهذيك الدار وغنكتشفوها حنا كاملين وغنعرفوا السبب علاش هذيك الدار ما بقاوش ساكنين فيها وماليها. اذا انا غادي تماك كما كتشوفوا دابا راه كاينه الشتاء وسميتو كاين حنا حتى شي حاجه ما كتحبسنا. صافي خديت القرار ديالي يلا ونمشي. كيف ما كتشوفوا هذه هي الدار اللي هضرت لكم عليها اللي كتبان مهجوره، وهذا هو البحر اللي قلت لكم عليه. المهم دابا غنحاولوا ناخذوا جوله على الدار هذه من برا ونشوفوا الهيئ ديالها كيفاش داير. واش هشام يعني ديروا معايا انتم التحدي، غنشوفوا ناخذوا جوله على برا ونحاولوا نشوفوا بلاصه منين نقدروا اننا ندخلوا للدار هذه ونكتشفوها، ومن بعد عاد ديك الساعه ندخلوا لها علاش. المهم كيف ما كنت قلت لكم كاين واحد الجسر هنايا اللي مقابل مع الدار هذه اللي هو هذا، كيبان قديم بزاف وكاين قدامه واحد البيسين كيف ما كتشوفوا هنايا. هاد البيسين هذا باين قديم بزاف، وهذه هي الدار كما كتشوفوا. هذه الدار اول بحر مقابل معاها. بغيتكم تكتبوا لي الاصدقاء في لي كومونتير شحال تكونوا كتوقعوا تكون دايره الدار هذه الثمن ديالها. ما عرفتش واش كاين شي واحد لداخل ولا لا، ولكن غنحاولوا نحاول ندق ولا ندير شي صداع باش الا كان شي واحد يبان لينا. كتشوفوا هذه الدار من الداخل، هي بصراحة بيني وبينكم ماشي بعيد يكون كاين ساكن فيها شي واحد، بس كيبان ليا كاين طباسال وكاين المعالق وداكشي، يعني شوية شوية بشكل كيما كتشوفو هنا راه كاينين ثلاجات كاين هادشي. كاين واحد الشرم هنايا نقدرو ندخلو منو حتى هو، نحاولو نضربو عليه طلع حتى هو نشوفوه. صراحة كاين هاد الشرم هذا ساهل في الدخلة ديالو. الدار فيها تقريبا دوزيطاج يعني راه كبيرة بزاف، ولا دخلنا ليها راه باينة كاين فيها ما يتكتشف. غنحاول ندق باش إلا كان شي واحد يجاوبني. خايف عليه يكون شي واحد ساكن فيها ونصبحو داخلين عليها. هذا هو البلان، ما هي بصراحة كتبان مهجورة هنايا. ما عرفتش كانوا دايرين واقيلا شي جريدة كيزرعو فيها داكشي ديال النباتات وكدا. كيف ما قلت ليك هنا كيديرو بحال هادوك الجردة الصناعية باش كيقدرو يزرعو فيها النباتات بطاطا ولا شي لعيبات. هاهي كاينة حتى هنايا دخلة سهلة، هنا كاينة طواليط وداكشي. كيف ما قلت لكم داكشي راه مقابل مع البحر. دابا كيبان ليا غادي غندخل للدار، نحاولو ندخلو هنايا نكتشفو هو الأول وعاد ندخلو للدار. دابا ليا كاين غير طواليطات. كاينه كوزينه
كنهضرب شويه ما عرفتش واش كاين شي واحد هنا ولا لا. الراشة ديال السيرف كنتوقع يكون شي قرش هو اللي عاد لي ضربوا لي العطه ديال القرش. شي فزر لكي كما قلت لكم الاصدقاء هنا 100% كاين شي واحد كيجي اما هنا بالليل كيسكن ولا شي لعيب كما كتشوفوا كاين هنايا راديو كاين هاد التلفازه وهادشي باين فيه جديد يعني ماشي قديم. نحاول نطلع لفوق باش نشوف شو غرافات نحاول نطلع لفوق نشوف واش كاين شي واحد الا ما كانش على ناخذ راحتي التصوير. رسالة هنا كتاب على كاين الخفاش ناري عمولي على الخفاش كنتوقع ما كاين حتى شي واحد باغا ناخد راحتي في التصوير. دابا الاشكال انه دابا نهار الحد الدنيا عامره لان كيدوز من هنايا ما خاصنيش ندير شي صداع ولا شي لعيب شي واحد على برا. دابا الا شافني شي واحد على برا يقدر يعيط للبوليس ولا شي لعيب وما تقدروش تعرف. بان ليا واحد الكتاب هنايا كنتوقع انه غيكون الانجيل حيت غادي نكتشفو في واحد المشطع هنايا معرفتش شنو هو المهم كيف ما قلت لكم الدراري هنا 100% كاين شي واحد كيجي هنايا بالليل يعني ما يمكنش انه الدار هادي سير شوف ايكون كينعس لتحت و حتى هنا راه بانت لي واحد المانطا و شي لعيبات يعني غالبا هاي كاين مانطا و كاين كرسي يعني غالبا غيكون شي واحد كينعس هنايا. معرفتش علاش غادي يكون مثلا
الدار هذه علاش تكون ولات مهجوره، حيت زعما ما باش ليا زعما كاينه شي حاجه شي دلاله على ان تحرقات ولا شي حاجه بحال هكا. اللعيبه هذه يعني قديمه نورمال انها غادي تطيح، ما عرفتش زعما تكون مسكونه، حيت صعيب انه شي واحد عنده بحال الدار هذه صاحبي. وي جرى انا طول تحت بلي بزاف ديال الحوايج كاينين لتحت، نحاول نشوف واش ممكن يكون تحت. انا ما عرفش غيكون هنا كان شي بحال الشكل ديال الكاسكاد كيهبط فيها الماء هنا بحال الشلال. هنا كاين سيديات قدام، هادي ناموسية ديال شي واحد وباينة باقا جديدة، ماشي شي ناموسية قديمة، ناموسية جديدة، شارجور، تلفازة، راديو، دي في دي، شكون اللي باقي عاقل على الدي في دي القديم، تليفونات. ضربوا لي التليفونات، ما علينا حتى شي حاجه انا الاصدقاء، حنا جايين غير نكتشف. هادو ما عرفتش شنو هما هنايا، الروز ولا ما عرفت الماكله. هنا كاين فورنو، كويزينا الحاجه اللي هرباتني الدراري، هاد اللعيبه مقدافه ديال السيرف. صحاب طنجه كنشوفكم، الحاجه اللي هرباتني هي هاد البورد هادي الدراري، هاد البورد بانت ليا فيها العضه ديال القرش، وانا سمعت بلي كاينه في البلاصه هادي كاين القرش، وهاد العضه هادي ماشي عاديه كما كيبان لكم هنايا، راه كاين السنان ديال القرش، يعني 100% شي واحد كان كيقدف بها وعضو القرش. هنا كاين قراي ديال الشراب ديال الماحيه ديالو، كيبان لي اكتشفنا الدار هادي بما فيه الكفايه. بصراحه ما عرفتش شناهي هي علاش غيكونوا خلاو الدار هادي ومشاو، ولكن ما بانش لي زعما شي حاجه باينه، ولكن دار الموقع ديال استراتيجي خصني نشوف واش كاين شي واحد بعدا عاد باش نبقى نخرج. كيف ما كتشوفوا هنا كاين طواليطات على برا، ما عرفتش زعما علاش غادي يكونوا هجروا هاد الدار هادي، ولكن بصراحه دار واعره كيف ما كتشوفوا، دار على البحر وما فهمش علاش مهجور. المهم الاصدقاء من قدام الدار الواعره وهذا المنظر على البحر، كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو خفيف ظريف، بدينا في هذه المغامره اكتشفنا الدار هذه، وان شاء الله غنبقى ندير لكم بحال هذه المغامرات. هادو شي بلايص اللي غيبقاو لاصقين ليا في الدماغ وغنبغي نزورهم، راني غنبقى ندخل لهم الاصدقاء. وكان هذا هو الفيديو كيف العادة، لايك سبسكرايب، خليو لينا شي كومونتير يكون ناضي، وبيان سيغ بارطاج هو كيعاون ان شاء الله والاصدقاء.